السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نصور بقى الكتاب الجديد من سندباد جينيوس ليفل 2 والجرامر، وتعالوا نشوف عمل ايه. دي اول حاجة الكونتنت بتاعه، وهو تقريبا واصل لحد 8 يونت. تعالوا نشوف بقى من جوه كورس سندباد بتاع النحو عامل ايه. ده اول حاجة اهو، عامل لي جنرال ريفيجن ليفل 1 بتاعه، برضو ليفل 1 اهو، وعامل لي مراجعه على الفيرب تو بي والذير از والذير ار والكان، وبعدين بدا لي في اليونت 1 اهو. choose the correct question word. word ايه بس؟ word، عشان يا جماعه انا عايزه انام. خلاص بقى الدنيا بايظه. يونت 2 اهو، والبريزنت سمبل تنس، وجايب لي كمان قطع وعليها في رايت واماكن للباراجراف. جايب يعني شغل جامد جدا اهو. شفت القطع قد ايه وازاي نكتب عليها باراجراف، وكوركت ذا ميستيكس. جايب أسئلة متنوعة كتير جدا. يونت 4 طبعا جايب لي بنكتوشن كمان، فيرب تو بي وسبيلنج اي ان جي وبريزنت كونتينيوس النيجاتيف بتاعه، وشوفوا اماكن الحل كتير قوي قوي. يونت 5 شوفوا يا جماعة اماكن الحل كتير ازاي. السندباد جينيوس ليفل 2 عامل شغل عالي جدا. هنا جايب الافعال الغير منتظمه، وجايب تمارين كتير جدا، وجايب تيستس في الاخر، والكتاب متوفر في من خلالي، وعندنا شحن لكل مكان. وسندباد جينيوس 2 عامل 140 جنيه.